اعزائنا المشاهدين يسعدنا ان نقدم لكم سلسله حلقات في برنامج جديد تحت عنوان المراه في نظر الله يتناول البرنامج دراسه شامله عن عدد من النساء التي ذكرت اسمائهن في السجل المقدس وسنتعرف عن اختباراتهم وعن ازواجهم واولادهم وحتى عن أقربائهم لنستخلص من حياتهم دروسا تنفعنا في حياتنا اليومية. سنتحدث عن مكانة المرأة في نظر الله، وما أهمية وجودها في المجتمع كأم وأخت وزوجة وابنة. هناك أنماط كثيرة من النساء فعلى سبيل المثال رفقه المراه المدعوه لتصبح زوجه اسحاق وانتمائها الى عائله ابراهيم ابو المؤمنين وهناك ايضا ليئه المراه التي يعوزها الجمال ولكنها كانت مخلصه وفيه لزوجها يعقوب وايضا نساء جميلات مثل رحيل أخت ليئة التي تمثل النساء التي يشعرن أن الحياة مدينة لهم بالرومانسية والسعادة بسبب جمالهم فقط وهناك أيضا نساء مثل حنة التي عانت كثير وتألمت بسبب عدم الإنجاب وحرمانها من نعمه الامومه احبائي المشاهدين نساء الكتاب المقدس يشكلنا معرضا للصور النسائيه التي لا مثيل لها في كل الاداب والثقافات بالعالم يقول الكاتب هنري مورتن ان الاختراعات والازياء التي تعتبر الحقيقه الاساسيه في عصرنا اليوم ربما تجعلنا ننسى ان الرجال والنساء لم يتغيروا كثيرا منذ عصر سفر التكوين فالمعضلات التي كانت تواجه النساء قديما تعتبر شائعه او مشابهه للمعضلات التي تواجهها نساء عصرنا اليوم فبالرغم ان غالبيه نساء الكتاب المقدس ذات شخصيات باهته وتابعه للرجال الا ان البعض الاخر منهن تركن بصمه وقدوه لكل نساء العالم ولكل واحده منهم شخصيه متميزه عن غيرها من النساء كما سنرى في الحلقات القادمه ان شاء الله وما يدهشنا انه سواء كانت النساء ملكات او حتى من عامه الناس عفيفات كنا او غير عفيفات فنحن نجد صور صادقه عنهن تصف حياتهم وتصرفاتهم دون مبالغه وهذا يثبت مصداقيه الكتاب المقدس بأنه يقدم سجلا أمينا للبشر مع أول امرأة خلقها الله جاء الوعد الأول والنبوة الخاصة بخطة الفداء فداء الجنس البشري ولكون الله لا يحاب الوجوه فقد استخدم ولا يزال يستخدم نساء لاتمام عمله الصالح في عالم مليء بالخطيه صحيح ان بامراه قد دخلت الخطيه الى عالم الله الرائع الا انه بامراه قدم الله للعالم مخلصا له من خطاياه ومن الموت الابدي وهنا ناتي الى سؤال هام جدا كيف ينظر الله إلى المرأة؟ وكيف خلقها؟ وما دورها في العائلة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة دعونا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والأعداد 26 و27 وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وجميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الله الانسان على صورته على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهما فالسجل المقدس يروي كيف خلق الله المراه لا لكي يعلن فقط عن بشريتها بل يعلن أيضا عن سموها وعن كيانها. نرى الكتاب المقدس يضع الرجل والمرأة على قمة خليقة الله. فلا انتقاص من قدر أيهما. ولم يكتمل عمل الله في الخليقة إلا بخلق المرأة. وكان يمكن لله أن يخلق حواء من تراب الأرض. كما خلق ادم لكنه اختار ان يخلقها من عظام الرجل ومن لحمه وفي عمل هذا اعلن لنا الله انه في الزواج يصير الرجل والمراه رمزيا جسدا واحدا وهو اتحاد روحي وجسدي بين الشريكين نقرا ايضا في سفر التكوين الاصحاح الثاني وعدد 18 وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره احبائي لقد خلق الله المراه ليست فقط معينا للرجل بل ايضا مكمله له فهي جزء جوهري لاستكمال ما نقص من كيانه لقد كتب الكاتب هنري مورتون عن خلق الله لحواء فقال اذا كان الرجل هو الراس فالمراه هي التاج اي تاج لزوجها لقد خلق الرجل من تراب نقي ولكن المراه خلقت اكثر نقاء واكثر بعدا عن التراب خلقت من دلع من جنب ادم لم تؤخذ من راسه لكي تتحكم فيه ولا من قدمه ليدوس عليها بل من جنبه لتكون مساويه له وتحت ذراعه ليحميها وبالقرب من قلبه ليحبها فحواء اذن هي نفس آدم الثانية لكن تختلف عنه في الجنس فقط وليس في الطبيعة وأن أسبقية الخلق تعطي آدم الرياسة وليس السيطرة والآن دعونا نلقي نظرة عامة على نساء الكتاب المقدس كيف كنا يعشن ويعبرن عن أنفسهن بالرغم من نظره المجتمع المتدنيه للمراه في تلك الحقبه من الزمن وسنبدا اولا بالمؤسسه التي اوجدها الله في البدايه وهي الزواج ان طبيعه الزواج كرابطه وثيقه لا تنفصم يؤكدها السيد المسيح في انجيل متى الاصحاح التسعة عشر وعدد خمسه تقول الآية من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا فالزواج إذا هو علاقة زوجية تربط رجل واحد بامرأة واحدة في وقت واحد والزواج في حد ذاته هو رمز للفرح والبهجة سواء كان دنيويا او روحيا وهو يرمز ايضا لاتحاد وشركه الله مع شعبه فصوره العريس كثيرا ما تستخدم في الكتاب المقدس للاشاره الى المسيح كعريس عريس لكنيسته الممجده بينما تستخدم صوره العروس في الاشاره الى شعب الله المفدئين بدم الحمل احبائي ان الزواج كطقس من طقوس المجتمع البشري قد عينه الله لكي يشارك الزوجان في تحقيق سعادتهما عن طريق تكوين عائله متماسكه من خلال رابطه الحب التي تجمع بينهما فالزواج هو عهد ابدي يتعاهد فيه الزوجان مع الله ويشهدان علنا بالالتزام كل نحو الاخر ونحو الله بانهما سيتممان مقاصد الله في حياتهما هذا بالنسبه للزواج المقدس ولكن ماذا عن كسر عهود الزواج او الزواج المتعدد اي ان يكون للرجل اكثر من زوجه يقول الكتاب المقدس في سفر التثنية الأصحاح 17 وعدد 17: محذرًا أي شخص سوف يملك على إسرائيل قائلًا له: ولا يكثر له من نساء لئلا يزيغ قلبه. وهنا نأتي إلى نقطة هامة وتعتبر الفاقة التي تصيب مجتمعنا اليوم وهو موضوع الطلاق. فالطلاق هو فسخ العهد بين الزوجان وبين الله وبطلان قصده فقصد الله من الزواج ان يلتصق الرجل بامراته ويصيران الاثنان جسدا واحدا لا يفرقهما اي انسان كان يسمح بالطلاق فقط في حاله الزنا كما ورد في انجيل متي الاصحاح الخامس وعدد واحد وثلاثين تقول الآية وقيل أيضا من طلق زوجته فليعطيها وثيقة طلاق لقد سمح بالطلاق في الأصل لحماية قدسية الزواج بعقاب المخطئ ولكنه سمح بزواج الطرف البريء مرة أخرى وللأسف نرى في مجتمعنا اليوم كيف يحصل الناس على الطلاق بسهوله لاتفه الاسباب فنقرا في الاخبار مثلا عن زواج انتهى بالطلاق بسبب شخير الزوج او شكله الخارجي او تدخل اهله او قله دخله المادي واسباب اخرى تافهه في امكان الزوجين ان يتناقشوا ليجدوا الحلول لمشاكلهم حتى يعيشوا بمحبه وسلام فبالرغم من اعتراف المسيح بورقه الطلاق الموسويه اي التي صرح بها موسى الا انه لم يجعل الطلاق اجباريا في هذه الحاله وارجع ذلك لقساوه قلوب بني اسرائيل الذين لم يحتملوا في ذلك الوقت المقياس الالهي للزواج المقدس لقد بارك الرب الزواج في جنه عدن وجعله مقدسا لتكون العائله المسيحيه هي صوره مصغره من السماء الطاهره النقيه فيجب علينا ان نصلي من كل قلوبنا ونطلب من الرب القدير أن يحمي عائلتنا من كل شر ويمنحنا جميعا الحكمة لكي نعيش حياة زوجية سعيدة. لقد انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المرأة في نظر الله، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله فانتظرونا. وإن كان لديكم أي استفسار، نرجو أن تراسلونا على العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة وإلى اللقاء